السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وإلى برنامج قهوة الصباح في إطلالة متجددة في هذا الصباح الذي نتمناه أن يكون صباحا موفقا مباركا حاملا لنا ولكم كل الخير والسعادة. وبما أنه غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، فمباشرة أيضا أيها الكرام ننتهز الفرصة لنتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، سائلين المولى جلت قدرته أن يعيدها عليه وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات. فمقدما للجميع كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام. واليوم طبعا الحلقة الختامية الأخيرة لبرنامج قهوة الصباح لهذه الدورة البرامجية، فأهلا وسهلا بالجميع بكل من يتابعنا من داخل السلطة وخارجها. صباح الخير أيضا لطاقم العمل، للضيوف الأكارم، وصباحات الخير والجمال لزميلتي حوراء. حياك الله حوراء. أهلا، صباحك خير. جميل. كيف حالك اليوم؟ أهلا وسهلا. صباح الحب لوطن الأمن والأمان، صباح العطاء لوطن العطاء، وصباح الخير أيضا لوطن السلام، وصباح الخير للمخلصين لهذا الوطن الغالي. صباحاتكم إن شاء الله تزدان بالعطاء والجمال والحب مشاهدين الأحبة من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح وفي هذه المحطة الأخيرة من قهوة الصباح، وأيضا راح نستعرض لكم فقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم السعيد. أولى محطاتنا الحوارية إن شاء الله راح تكون بإذن الله عن فعالية تعارف. هذه أولى المحطات مشاهدين الكرام، بالإضافة أيضا أكيد إلى فقرة الصحافة التي فيها يوميا نستعرض لكم أبرز العناوين والأخبار الصادرة في جريدتي عمان والوطن. وأيضا معنا فقرة الأشخاص ذوي الإعاقة، راح يتحدثوا عن برنامج متميزون ببرامجنا الصامتة. وأيضا معنا موهبة جميلة ورائعة، الطفلة الأمورة غزل بنت أحمد البلوشية، راح كده تسمعنا بعض القصائد الجميلة والشائقة والماتعة بصوتها الجميل وبأدائها الرائع. وإلى جانب كل ذلك أكيد تقارير منوعة من هنا وهناك، محضرين لكم طاقم إعداد هذه الحلقة، نوجه لهم كل التحية والتقدير. إذن مشاهدينا الأحبة هذه كل محطاتنا لهذا الصباح، الآن نروح إلى فاصل وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم إلى فقرة الصحافة، كونوا معنا. خليكم معنا. لواءك في يدي أسمى كنور الفرقد، أنت أبية فاتلي، أنت قوية فاصمدي يا ما أسودني. يا أجداد الكرام من الماجدين تفردي. اسمح لي يا أخوي، ترى أنا ما شفتك. ماشي باس يا أخوي، ماشي باس إن شاء الله الأمور طيبة. نورا يمر من الزمان على الحياة إلى الغد، نوفمبر فيه انتشت هذه الربا بالمولد. ويفي ويلي سعادة بقيادة لم تعهدي، وزماننا في عهده هو كربيع السرمدي. يا عمان عمان يا روح الدعاء.
طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، وإلى فقرة الصحافة واستعراض أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، والابتداء كالعادة مع جريدة عمان، وفيها رغم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأيضا عقوبات تصل للغرامة 50,000 ريال لمن يعتدي على التراث الثقافي العماني. التربية والتعليم تكرم المشاركين والفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم. ومن جريدة عمان أيها الكرام إلى جريدة الوطن التي اخترنا لكم أيضا فيها الإسكان، توقع عقود حق انتفاع أراض لإقامة محطات خدمية متكاملة تشمل 7 محطات على طريقي الباطنة السريع وأدم وثمريت، حينما تتعانق جماليات التشكيل مع روحانيات الحرف العربي في أعمال سلمان الحجري. وأيضا خبرنا الأخير في جريدة الوطن مشاهدينا الكرام، وزارة الشؤون الرياضية تنظم يوما رياضيا لذوي الإعاقة بمشاركة 120 طالبا وطالبة. إذن هذه أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية وتحديدا في جريدتي عمان والوطن، استعرضناها لكم بكل الحب مشاهدين الكرام. إلى فاصل قصير، بعده مباشرة ننتقل بكم إلى أولى المحطات الحوارية في برنامجنا لهذا اليوم، والتي ستكون عن فعالية تعارف، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بنيك فإننا بسناء نجدك نهتدي، إنا نروح على علاك وفي سنائك نهتدي يا عمان. شمسك أشرقي بين الدنا وتوقدي، قبس أطل بياضه بعد الزمان الأسود. انطلاقا لنهضة عمان الحديثة يصل صباح الغد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لعمان قائد النهضة لعصر جديد وفصل جديد. مذ جاء فجرا ناطقا ليقول يا أرض اصعدي، حتى غدوت على الدنا فلجا على الثغر الصدي. وسموتي فينا سدرة خضراء هذا تتسيدي، فابقي على عين الدنا روضا جميل المشهد يا عمان. نأوي بخضر غصونها وجناك ينبت في اليد لترففي علما من النور البهي وزغردي. صباحية لكم مشاهدينا الأحبة، في محطتنا الأولى إن شاء الله رح نتعرف أكثر عن فعالية تعارف في النسخة الرابعة، رح تكون إن شاء الله هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك. رح نتعرف أكثر عن هذه الفعالية مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخليلي، مدير دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا فيك الشيخ عبد الرحمن وصباحك جميل. أهلا، يا مرحبا بك وسهلا، ونحن سعداء أيضا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وبما أنه يوم غد هو أول أيام
شهر رمضان المبارك، فكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة. وماذا تقولون أساساً ويوم غد إن شاء الله تعالى الكل يستقبل هذا الشهر الفضيل وما فيه أيضاً من خيرات وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل عام والجميع بخير، والمشاهدين والمستمعين الكرام وعمان وأهل عمان وقائد عمان والمسلمين جميعا بألف خير. طبعا شهر رمضان هو شهر فضيل، الكل ينتظره بفارغ الصبر، والكل يسعى أن يستغل كل فرصة في رمضان لأجل التقرب إلى الله تعالى، ولأجل أن يجعل عامه القادم خيرا من عامه الماضي. رمضان بشكل عام هو مثل محطة الوقود، الإنسان يتزود لآخرته، فكل أحد مثل ما ذكرت يسعى أن يستغل هذا الشهر الكريم لما فيه الخير ولما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. نعم جميل. طيب الآن نحن نتكلم عن فعالية تعارف، ومن خلالك نتحدث أكثر عن هذه الفعالية في النسخة الرابعة الآن. نعم. هي فعالية تعارف يعني بشكل عام هي فعالية تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لغير المسلمين. تأتي هذه الفعالية انطلاقا من قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا جعلنا يا أيها الناس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالهدف من هذه الفعالية هي التعارف، أن يكون الناس يتعارف بعضهم على بعض. نحن في عمان بلد والحمد لله فيه تجانس، وفيه كثير من الناس من الخارج وكثير من الناس من غير المسلمين. فواجب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ليس مقصورا فقط على المسلمين أن تعلم المسلمين وترشدهم وتعلمهم أمور دينهم، كذلك من حق هؤلاء غير المسلمين أن يتعرفوا على الدين وأن يتعرفوا على محاسن هذا الدين. لماذا المسلم يعبد الله تعالى؟ لماذا المسلم يصلي 5 صلوات في اليوم؟ ما هو سر التعايش؟ ما هو سر التآلف بين المسلم الذي يطبق دينه والذي يطبق تعاليمه؟ وأيضا جانب آخر، أن هناك حملة مغرضة من بعض غير المسلمين يهدف إلى تشويه الدين الإسلامي. فأيضا يأتي الواجب هنا أن نعلم الناس ما هو الإسلام الحقيقي الصافي الخالي من هذه الشوائب والمعكرات، وبالتالي أيضا تصحيح هذه النظرة التشاؤمية السلبية التي تحاك ربما حول المسلمين. الآن ربما هذه الفعالية أستاذ عبد الرحمن هي استكمال أيضا لسلسلة متواصلة وجهود أيضا مستمرة من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة الأوقاف والشؤون الدينية فيما يتعلق بالرحلات التي نراها بين فينا وأخرى، أيضا رحلات التسامح والسلام التي تجوب أيضا أرجاء العالم في مختلف الدول لنشر هذه الثقافة الإسلامية الصحيحة وتصحيح أيضا هذه النظرة التي تطرقت إليها سلفا في معبر كلامك. ولكن هذه الفعالية الآن داخل السلطنة هنا، بالضبط. أهمية فعلا تكريس الجهود لمثل هكذا فعاليات تعنى تحديدا بهذا الجانب، هو حقيقة يعني رسالة الإسلام رسالة سمحة على الكل أن يحملها إلى أي مكان إن كان. ممتاز. نحن سنتحدث أيضا على كل التفاصيل المرتبطة بهذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الرحمن بعد ما ننتقل للأخوة الزملاء في مركز الأخبار وأبرز العناوين، وبعدها سنواصل معكم أيها الكرام، فخلوكم معنا. السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، وغدا الثلاثاء غرة الشهر الفضيل. التوقيع على 7 اتفاقيات لإقامة محطات الوقود الخدمية المتكاملة على طريق الباطن السريع وأدم ثمريت.
الملتقى الأول للمالية الإسلامية يبحث الرقابة الشرعية وفرص النمو في القطاع المصرفي الإسلامي. استعدادات متنوعة لاستقبال شهر رمضان المبارك في محافظات السلطنة. 20 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، ونتنياهو يتعهد بمواصلة الهجوم على القطاع. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم. نهاية العناوين، شكرا لكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتحية صباحية أيضا للجميع، لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا. أيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الخليل، مدير دائرة التعريب بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحديثنا أيضا معه مع فعالية تعارف. حياكم من جديد أستاذ عبد الرحمن، وسهلا بوجودكم معنا. وكنت قد سألتك قبل أن ننتقل إلى الأخوة الزملاء في مركز الأخبار عن أهمية تضافر أيضا الجهود لمثل هكذا فعاليات تقام بين الفينة والأخرى في ذات الإطار. نعم، مثل ما ذكرت سابقا، يعني أن المسلم بطبيعته هو يحمل رسالة الإسلام، هو رسول للإسلام أينما كان، حتى في بلده هو رسول للإسلام ويدعو إلى الإسلام بتعامله، بأخلاقه، بمعاملاته. فإضافة إلى هذا، أن الوزارة قامت بعدد من المناشط داخليا وخارجيا لهدف التعريف بالإسلام بشكل صحيح. مثل ما أسلفت قبل الموجز بأن الإسلام يتعرض لحملة شعواء من قبل بعض المغرضين ومن قبل الإعلام، وكثير من الناس يتأثرون بالإعلام ويتأثرون بما يسمعون. عندما تأتي مثل هذه البرامج وتقدم للجماهير بأن هذا هو الإسلام وهذه رسالته، الإسلام ليس دين إرهاب، ليس دين كره، ليس دين عداوة، وإنما هو دين رحمة، دين تعاون، دين تسامح. نعم هو دين عزة ودين قوة، ولكن لمن يعتدي، لمن يحارب، وهو دين تسامح لمن يريد التواصل والتعاون. فهذه الرسالة عندما تصل للآخر يفهم بأن ما يسمعه في وسائل الإعلام المختلفة هو شيء ليس صحيح. هذا بالنسبة لرسالة الإسلام في الخارج. أما بالنسبة للداخل، فطبعا الإنسان اللي يأتي إلى عمان ويشاهد العمانيين وتكاتفهم وتعاونهم واحترامهم للآخر بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن خلفيته الدينية وخلفيته الاعتقادية، جميل. فهو يرى أن هذا التعامل هو تعامل جدير بالاحترام. ما أن تقام مثل هذه الفعاليات التي يدعى إليها هؤلاء للاستماع لما عند المسلمين، للاستماع لهذا الطرح، سرعان ما يقبل ويتأثر ويكون له أثر طيب في مستقبل حياته. جميل، طيب. ما فقط إن يعني ما يلزم أنه يدخل الإسلام، لكن مجرد أن يرى كيف يتعامل المسلم، هذا يؤثر في قلبه، وممكن بعد سنوات، وهناك حوادث كثيرة، أن بعد سنوات، ممكن بعد 20 سنة، يأتي ويعتنق الإسلام. جميل. طيب أستاذ، يعني مثل ما ذكرت، هناك الكثير من البرامج والأنشطة تقوم فيها ما شاء الله عليكم، وجاءت أيضا هذه الفعالية، فعالية تعارف. ممكن نتحدث أكثر عن الفقرات اللي راح تقام إن شاء الله في هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك، وأيضا الأشخاص الغير أو مسلمين، هل ممكن أنهم يحضروا هذه الفعالية ويتعرفوا أيضا على البرامج والفعاليات الأخرى؟ ممكن أنا أبدأ يعني بالقسم الآخر من السؤال، القسم الثاني. نعم. هي الهدف من الحضور هو غير المسلم. يعني المطلوب حضور غير المسلم، لأن هذه الفعالية مخصصة لهم، مخصصة لتعريفهم بالإسلام. نعم. فهم الفئة المستهدفة، أو إنسان يكون مثلا حديث عهد بالإسلام،
ما عنده المعلومات الكافية عن الإسلام. ممتاز. لأن كثير من الأحيان أن الشخص يدخل الإسلام بسبب التعامل، ما بسبب دراسة الإسلام ومعرفة معتقدات الإسلام، بسبب التعامل، بسبب الأخلاق. مثل هذا النوع من الناس هو يحتاج أن يتعلم الإسلام، والوزارة تقدم له برامج، وأحد البرامج هذه الفعالية اللي تعرفه بالإسلام وتربطه بإخوانه المسلمين. يعني راح تكون هذه الفعاليات أو هذه البرامج باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية؟ هل هناك مثلا كتب معروضة راح تقدم لهذه الفئة اللي راح يحضروا معكم هذه الفعالية؟ نعم، هي الفعالية طبعا تقدم باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية، عشان نوضح للمشاهد بسبب أن أغلب الناس اللي هم غير مسلمين بالضبط. أو المسلمين الجدد في الغالب هم من غير العرب ومن غير المتحدثين باللغة العربية. واللغة الشائعة التي يتحدث بها أغلب الناس هي اللغة الإنجليزية. وإذا جئنا نتحدث عن فقرات مثلا هذا الحفل أو هذه الفعالية، هي متنوعة الفقرات، دائما هي تبدأ طبعا بقراءة القرآن الكريم. نعم. ونحرص عند قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن بطبيعة الحال باللغة العربية، فنحرص دائما على ترجمة الآيات بأكثر من لغة. أيوة، جميل. بحيث أن المستمع عندما يسمع القرآن يفهم ماذا يقرأ القارئ، وما هي الآيات التي يعني يتلوها القارئ. وهي الآيات بطبيعة الحال التي نختارها دائما هي آيات تخاطب الإنسان وتخاطب عقل الإنسان. جميل. نعم. بعد ذلك يعني نأتي إلى الفقرات الأخرى. في كل فعالية يكون هناك فيلم تعريفي. قبل الفيلم، هي كل فعالية لها رسالة. نعم. رسالة عامة. هذه الفعالية المقبلة إن شاء الله رسالتها نحو السعادة الإنسانية. هذا هو شعار الفعالية. فكل فقرات الحفل والفعالية تكون متناغمة مع رسالة الفعالية. الفيلم الذي نعمله بإذن الله تعالى يكون حول هذا الموضوع. جميل. بعد الفيلم تكون هناك أناشيد. نعم. والأناشيد أيضا بمختلف اللغات. عادة يعني اللغات المستخدمة هي اللغة العربية والإنجليزية والهندية. بحكم كونه أن كثير من الحضور من يعني يتحدث هذه اللغات، خصوصا الإنجليزية والهندية. جميل. بعد ذلك تأتي فقرة ضيف الفعالية. في كل فعالية لنا ضيف، والعادة أن يأتي من خارج السلطنة. بسببين اثنين. السبب الأول لخبرتهم في التعامل مع غير المسلمين، لأن الضيوف الذين هم في العادة يعني يعيشون في القارة مثلا الأمريكية أو أوروبا أو شيء من هذا القبيل، كثير من الأحيان يعني يتعاملون مع غير المسلمين ويفهم كيف يفكر غير المسلم، ما هو الأسلوب الأمثل في طرح الفكرة. يعني استخدام مثل، لأن الموضوع جدا مهم في عملية إقناع الطرف الآخر. بالضبط. اللي جاينك الآن ربما غير مسلم، يعني ملتزم ربما بعقائد، بأفكار، بقناعات، بوجهات نظر مختلفة ومتنوعة. لذا الواجب عليك أنت في ذاك الموقف وعلى ذاك المنبر أيضا أن توصل الرسالة كما ينبغي أن تصل لإقناع الطرف المستمع. نعم نعم. وفي الغالب مثل ما ذكرت أن هؤلاء مروا بتجارب كبيرة في التعامل معهم، ويعرف كيف يعني يقدم الفكرة بالأسلوب الأمثل وبالحجة المقنعة. جميل. راح تقوموا أيضا بتقديم بعض من الكتب والمواد العلمية في يعني تعرض إن شاء الله لغير المسلمين في هذه الفعالية. نعم نعم. أنا لو أستكمل فقرات أتفضل. الحفل فيها هذه الفقرة. يعني هي بعد مثل ما ذكرت محاضرة الضيف، يكون هناك حوار مفتوح مع الضيف نفسه. لأن الغالب بعد المحاضرة يعني تتولد عند المستمع بعض الأسئلة حول الأفكار أو حول المواضيع التي ذكرها الضيف. شيء طبيعي. نعم. أي نعم. فيكون هناك حوار مفتوح للجميع. هذا الحوار يعني في الغالب أن كل إنسان عنده نظرة معينة تجاه الإسلام، أو عنده فكرة معينة
أحيانا كثيرة تكون إيجابية، وفي بعض الأحيان تكون سلبية، في الغالب أنه يطرحها حتى أنه يعني يفهم الإسلام بالشكل الذي هو يريده. فالضيف يقدم له الإجابة، وغالبا تكون إجابات يعني موفقة بحمد الله. ثم نأتي إلى الفقرة الرئيسية من الفعالية، وهي فقرة الإفطار. أيوة. الإفطار طبعا الهدف منها أن نبين للناس ما هو رمضان، وكيف أن المسلم في رمضان يصوم. طبعا هذه تتولد لديه أسئلة، يعني هو يسمع عن الصيام ويسمع عن كيف أن المسلم يعني يمسك عن الصيام، عن الطعام، عن الشراب من أول النهار إلى آخره. لكن عندما يعايش هذا الجو، عندما يرى كيف أن المسلم في هذا الوقت يعني ما أن يرفع الأذان إلا ويسود الصمت ويبدأ الدعاء ويبدأ الإفطار، يكون جو إيماني جميل يتأثر حتى غير المسلم. صحيح. يعني غير المسلم نفسهم يتأثروا بهذا الجو. ثم إن هي فرصة للسؤال، كيف تشعر أنت يعني كمسلم؟ أنت صمت من بداية اليوم إلى نهايته، أما تشعر بالجوع؟ لماذا تصوم؟ وهناك يبدأ الحوار. وفكرتنا طبعا في الفعالية أن تكون يعني يكون الحضور على طاولات مستديرة، وفي كل طاولة يكون في أحد الأشخاص الذي هو يمكن أن يجيب على بعض التساؤلات. نعم. في فترة يعني فترة الإفطار يكون فرصة للحوار، وغالبا تكون الحوارات حول هذا الموضوع، يعني كيف تشعر وأنت تفطر الآن؟ أما تشعر بالجوع؟ لماذا تصوم؟ وهنا طبعا الرسالة السامية لفكرة الصيام، وهي أن الإنسان يشعر بحاجة الفقير اللي ما عنده الطعام، ما عنده الشراب. فالمسلم عندما يصوم يومه يحس بحاجة الفقير ويحس بحاجة المحتاج. صحيح. فيعني هذا يولد في 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 نفسه يعني الرحمة، رحمة بهؤلاء الفقراء، ويدعوه للتعاون معهم. هذه الفعالية 18 رمضان راح تكون إن شاء الله تعالى. نعم، هي بتكون إن شاء الله في يوم الجمعة في 18 رمضان اللي يوافق 24 مايو بإذن الله من هذا. وين راح تقام الفعالية بالضبط؟ ستقام إن شاء الله في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض في القاعة الكبرى اللي هي يسموها قاعة المناسبات. جميل. طيب كيف جاءت أيضا الدعوة أيضا لغير المسلمين للحضور أساسا إلى هذه الفعالية؟ نعم. وبما أنها أيضا هي النسخة الرابعة أساسا. نعم. متتالية ومتوالية أيضا، فكيف لامستم أيضا التجاوب والإقبال والتفاعل من غير المسلمين؟ هل هناك ربما أخبار مبشرة بالخير لاعتناق الإسلام من غير المسلمين من خلال هذه الفعاليات التي تقام بين الفين والأخرى؟ نعم، طبعا الفعالية تأثيرها على الجماهير تأثير كبير. وأنا مثل ما ذكرت في البداية، إحنا ما هدفنا إنه الشخص يأتي ويعلن الإسلام فقط. إحنا هدفنا إنه يعرف الإسلام. نعم، هناك كثير من اعتنق الإسلام. الفعالية الأولى مثلا اللي أقيمت كان حضرها تقريبا 400 شخص، وأعلن الإسلام 7 أشخاص في الفعالية، والفعالية الثانية 15 شخص وحضروها تقريبا 600 وأعلنوا 15 شخص، والفعالية الثالثة حضرها 660 شخص وأسلموا والحمد لله 26 شخص. ما شاء الله. لكن النسخة الرابعة تكون بإذن الله بإذن أكبر. الله. لكن أنا أقول بأن الهدف هو أكبر من هذا، ليس فقط أن يعلن الناس الإسلام، هدفنا أن نمد جسور التواصل مع هؤلاء، نعرفهم بالإسلام، يفهم الإسلام بحقيقته. يعني يكون يعرف الإسلام بعيد عما يسمعه في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل المختلفة، أو ما يسمعه من بعض قد يكون المتعصبين أو نعم. الأحزاب المتطرفة، فهو يعرف الإسلام بشكل عام. نعم. جميل. شكرا لك، وشكرا أيضا على هذه الجهود المقدمة حقيقة والبذل أيضا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة أيضا بدائرة التعريب بالإسلام والتبادل الثقافي، الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الخليلي، مدير دائرة التعريب بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وأنا أحيي الإعلام بتغطيته مثل هذه الأخبار وهذه الفعاليات. وأيضا أشكر من خلال هذا المنبر المبارك كل من وقف
في يعني سبيل إنجاح هذه الفعاليات. نعم. وأخص حقيقة بالشكر وزارة الأوقاف، وأخص بالشكر كذلك شركة عمران لرعايتها الرئيسية لهذا الحدث وتوفير كل الاحتياجات اللازمة، وأشكر جميع المشاركين والرعاة المساهمين في هذه الفعاليات. شكرا أستاذ عبد الرحمن، شكرا. إذن مشاهدينا الأحباء نحن ننتقل بكم من محطة إلى محطة أخرى، نروح إلى فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم إلى محطتنا الثانية، كونوا معنا. سيكون شهر رمضان زاخرا بعرض العديد من الأعمال الدرامية المحلية والعربية التي حرصت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إنتاج الأعمال التي من شأنها طرح كل ما هو مفيد للمشاهد وانتقاء أبرز الأعمال الدرامية العربية. فيأتي مسلسل سدرة كإنتاج محلي، وهو دراما اجتماعية تعالج بعض الظواهر والسلوكيات مثل حقوق الوالدين ودمج الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة المحيطة والتنبيه من أصدقاء السوء وكل ما يضر بالمجتمع والأسرة في كل ذلك بتسلسل محبك وهادف. وأيضاً سيتم عرض المسلسل المحلي مجرد لحظات الذي يتحدث عن إحدى الفتيات التي تعيش في أسرة فقيرة وتحاول أن تساعد والدها المتقاعد والمثقل بالديون، ثم تتوالى الأحداث في المسلسل الذي يتناول التضحية ونكران الذات كصفة مهمة، ويعالج أيضاً بعض الصفات الغير مستحبة كالغرور والكبر والنفاق من خلال إسقاطها في هذا القالب الدرامي. وسيكون للدراما العربية حضوراً على شاشة تلفزيون السلطنة من خلال مسلسل سلاسل ذهب الذي تدور أحداثه في الحارات الشامية القديمة حول شخصية مهيوب، رجل داهية يحترف النصب والاحتيال، وخاصة على زوجاته اللواتي يتزوجهن بدافع الطمع. وهناك أيضا المسلسل البدوي صبر العذوب عبر قالب من القصص التي تعبر عن الحب والصبر والتضحية، ويظهر الصراع الأزلي بين الخير والشر والنهاية الحتمية لقوى الشر أمام قوى الخير. فمن خلال هذه الباقة من المسلسلات المحلية والعربية يسعى تلفزيون سلطنة عمان إلى التميز بما يقدم على الشاشة المحلية. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام، وتحية من القلب لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا ومن سينضم أيضا تباعا. نوجه له كل التحية والتقدير، شاهدنا هذا التقرير الجميل حقيقة حول سلسلة البرامج أيضا وأيضا المسلسلات التي ستكون حاضر مشيئة الله تعالى من خلال هذه الدورة الرمضانية البرامجية عبر تلفزيون سلطنة عمان ممثلا في القناة العامة أو أيضا القناة الثقافية. فأهلا بالجميع مشاهدينا الكرام، والمحطة القادمة مثل ما دائما نردد أن الشعر ديوان العرب، وكيف له ألا يكون كذلك، وقد حفظ أخبارهم وعلومهم ودون أحداثهم وبطولاتهم، كان سجلا لأنسابهم ومفخرة لصغارهم وكبارهم، فلا غرابة أن يكون حاضرا بيننا اليوم من خلال الأمورة الجميلة والشاعرة الرائعة دائما غزل البلوشية، وغزل بنت أحمد البلوشية. ومرحبا بك معنا، صباح الخير يا غزل، كيف حالك؟ كيف حالك يا غزل؟ أخبارك؟ تروحي المدرسة؟
في أي صف أنت يا غزل؟ الصف الثاني الابتدائي. صف الثاني، ما شاء الله يا غزل، أنت جميلة وأنت لابسة هذا الزي العماني الجميل. طيب غزل، أنا عرفت أنك أنت ما شاء الله تلقي شعر، صحيح؟ نعم. من متى وأنت تعلمتي تلقي الشعر والقصائد الشعرية؟ أنا كنت صغيرة يعني. كنت الصف الأول. الصف الأول. من اللي كان يعلم؟ ثاني. من كان يعلمك؟ من كان يحفظك؟ مي. أمك، نوجه لك كل التحية والتقدير. أنا سمعت إنك أنت بعد حابة تقولي لنا ترحيب، صح؟ يلا نسمع القصيدة الترحيب. يلا بتقومي، يلا نسمع. يلا. يلا ابدي. أهلا بكم، أهلا بكم، فبكم يجاور يومنا نجم السماء، نجم السماء مرحبا مليونا. هذا البخور به، هذا البخور به انعكاس قلوبكم بالطيب، فاتنوا في العيون عيونا. يا سلام يا سلام، صح لسانك. وانا اقول لك يا مرحبا، ترحيبة ما لها حد من شرق واشنطن الى غرب باريس، عبر المحيط الاطلسي وين ممتده وكثر ما في السلطنه من مجاليس. يا مرحبا يا طيب القلب والود، ترحيبة ما هي بخلف الكواليس. ارتاحي ماما، ارتاحي ارتاحي يا غزل. غزل، ما شاء الله عليك وانت تلقي القصيدة وايد واثقة من نفسك، وإلقائك أيضا جدا جميل. تحبي تشاركي في الإذاعة المدرسية والفعاليات والأنشطة؟ نعم. دائما تشاركي في الإذاعة المدرسية؟ نعم. جميل. لما تحفظي القصائد تروحي تلقيها لمين بعدين عشان يشوف أدائك الجميل والرائع؟ نعطي خالاتي. أوه خالاتك. أيوة حلو تاز. جميل. طيب غزل، بما أنك أنت في الصف الثاني وما شاء الله موهوبة في الشعر وتلقي هذه القصائد، أكيد شطورة في المدرسة صح؟ نعم. لو قلت لك 5+5 كم يساوي؟ 10. أيوة صح. شاطرة في المدرسة. شاطرة طلعت، شاطرة ما شاء الله. شطورة. طيب متأكدة أنك شاطرة ولا بس في الرياضيات شاطرة؟ لا شطورة غزل. كل مواد متأكدة؟ طب نسأل أمك الحين. إيه شاطرة شاطرة. لا متأكدة أنها شاطرة. طيب غزل، كيف توفقي بين الدراسة وأيضا أنك أنت تنمي هذه الموهبة؟ كيف توازني بين الدراسة أنك تكتبي واجباتك وتحضري أيضا دروسك أول بأول؟ أمي تساعدني. أمك تساعدك دائما؟ جميل، شطورة يا غزل. راح تلقي لنا قصيدة ثانية؟ نعم. يلا نسمع القصيدة الثانية، نسمع صوتك الوطن. الجميل أفرح، تقولي أي قصيدة تناسبك، أهم شيء نحن نشوف هالوجه الحلو. يلا يلا نسمع يا غزل. وطني وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل، سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن، حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل، سيشهد به الزمن الطويل. وطني وطني يا مأوى الطفولة، وطني يا مأوى الطفولة، علمتني الخلق الأصيل، قسما بمن فطر السماء، قسما بمن فطر السماء، ألا أفرط في الجميل، ألا أفرط في الجميل. الله 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 الله، ما شاء الله عليك يا غزل، صوتك جميل وأدائك رائع يا غزل. قعدي قعدي يا غزل شطورة. أمك دائما تعلمك كذا وأنت تلقي الشعر؟ نعم. يوم من الأيام تحب تكون شاعرة معروفة؟ نعم. بيكون عندك ديوان تكتبي فيه كل القصايد مالك؟ نعم. زين طيب، أنت تقري في الإذاعة المدرسية صح؟ نعم. صديقاتك إيش يقولوا لك؟ يقول لك أداءك جميل ولا يقول لا لازم تحسن؟ أداءي جميل. يقول لك أداءك جميل؟ نعم. جميل يا غزل. غزل، عندك أيضا مواهب ثانية تحبي أنك أنت تنميها دائما؟ ولا فقط عندك موهبة الشعر وإلقاء القصائد؟ أحب أرسم. تحب ترسم؟ الله. أصور. تحب تصور بعد؟ جميل. وين الكاميرا؟ كان جبت الكاميرا تصورينا يا غزل. وإيش بعد تحبي تسوي؟ أحب أن أقرأ القصص. تقري القصص. أحب أن أكتب القصص وأحب أن أقرأ. يا سلام، عندك قصة تسمعين إياها؟ حافظة قصة؟ حافظة قصة؟ قصة عن ملالة.
زين يلا نسمع القصة. ولا ما حافظتنها؟ ايش هي؟ يلا نسمع. يلا بسيط شوية من القصة. ما كانت ملانة هي من قوية وشجاعة. أيوة. وكانت هي راح المدرسة. راح المدرسة هي كانت. أيوة. وبعدين وجاي الجيش وكانوا يريدوا يطفوا عليها النار. أيوة. بعدين هي ما ماتت. لأنها شجاعة صح؟ أيوة. هي قوية هي. جميل. حلوة. وأكيد القصة لها أحداث ثانية. هي قصة طويلة صح شوية؟ قصة حقيقية. من باكستان. ممتاز. تقرير قصص بعد. حلو ممتاز. غزال أيضا بما أنك أنت تحبي ترسمي خبريني إيش الرسومات اللي دائما تحبي أنك ترسميها؟ تحبي ترسمي مثلا الرسوم المتحركة، الشخصيات الكرتونية، المناظر، الطبيعة، إيش تحبي ترسمي بالضبط؟ أحب أن أرسم ميكي ماوس. ميكي ماوس زين. أحب أن أرسم هلو كيتي. هلو كيتي جميل. أحب أرسم أشجار ورود. جميل. تستخدم الألوان الخشبية ولا الزيتية ولا المائية ولا كل الألوان؟ كل الألوان. ممتاز. جميل. وسبق يوم الأيام بغيت ترسمي هذيك الأمور اللي طلعت قبل شوية على الشاشة. هذه تقدر ترسمي هذه للبنت؟ ها؟ إيه تقدر ولا ما تقدري؟ إيه لأن هي جميلة فشي طبيعي تعرف ترسم كل الأشياء الجميلة. يوم طيب تكبر إيش تحب تكوني هي تتوقعي؟ إيش تحب تكوني أو إيش تحب تصيري لما تكبري يا غزة؟ أحب أن أكون مذيعة. تحب تكوني مذيعة. جميل. أنت بعدين راح تقولي للمشاهد الكريم ناخذ فاصل ونرجع زين بس أول شيء نسمع قصيدة حلوة من عندك. حافظة قصيدة ثالثة؟ يلا نسمع عن القهوة. يلا نسمع قصيدة عن القهوة. كان العمانيون من تاريخهم كرماء يا أهلا بمن حضرونا هذه الفناجين التي في قبضتي سكبت بها روحي لكي تسقينا. الله عليك. الله يا الله. غزل ما شاء الله عليك. شطورة يا غزل. ربي تحرسك وتحفظك يا رب العالمين يا غزل. وتروم الأيام تكون مذيعة ها؟ إن شاء الله. تريد في الإذاعة ولا في التلفزيون؟ في التلفزيون. جميل. نحن شاكرين وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. غزال بنت أحمد البلوشية، بما أنك أنت حابة تكوني مذيعة إيش رأيك تقولي للمشاهد الكريم الحين؟ ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع. يلا. لا ليش ما تقول كل عام وأنتم بخير لأصدقائها الأطفال؟ يلا زين قولي كل عام وأنتم بخير. شوف الكاميرا هناك. يلا شوف الكاميرا. شوف الكاميرا. بعدين قولي فاصل وراجعين. وسوي لهم كذا. يلا. كل عام وأنتم بخير. قولي لهم فاصل. فاصل وراجعين. شكرا. شكرا يا غزل. إذا فاصل مشاهدينا الكرام. دورة برامجية جديدة، خارطة برامجية رمضانية متنوعة أعدت على أسس بناءة صحيحة، متنوعة الأفكار، مختلفة المحتوى والإبهار، بارزة للهوية العمانية بحسن الاختيار، محافظة على روحانية أعظم الشهور بزيادة جرعة المحتوى الديني لاسترعاء الأنظار. خطط برامجية وضعت لتعنى بالمشاهد في المقام الأول والأخير، وفيما يلي سرد لأهم البرامج التلفزيونية التي وضعت على خارطة البرامج التلفزيونية الرمضانية، ما بين برامج مسجلة وبرامج أخرى مباشرة، لنأخذكم في رحلة للتعرف على ما ينتظركم في جعبة القناة العامة والقناة الثقافية من برامج. وبداية الخارطة مع الوطن في القرآن، قصص قرآنية لتعزيز حب الوطن وروح المواطنة، وما تحتويه هذه القصص من تأكيدات باستخدام أسلوب السرد القصصي بطريقة شيقة. كأنني كلما رددته بفمي أستنشق المسك أو أستطعم العسل. ترياق
برنامج صحي يومي يركز على موضوعات الصحة العامة والتغذية السليمة، ويقدم النصائح الطبية لتجنب الأمراض عبر استضافة مجموعة من المتخصصين. عوافي، برنامج يقدم وصفات لمختلف المأكولات بشكل يومي، وكيفية إعداد أطباق متنوعة، ووجبات أخرى خفيفة، ونصائح متعلقة بعالم الطبخ والمطابخ. ويتواصل برنامج مسابقات الأطفال دفتري، برنامج مسابقات معرفي يومي موجه إلى فئة الأطفال، يأخذ شكل الدفتر الذي يتضمن مجموعة من الصفحات والأبواب، ولكل صفحة مسابقة تختلف عن الأخرى. البرنامج في محتواه يسلط الضوء على عدد من الشخصيات العمانية والعلماء المسلمين، ونبحر في التاريخ العريق. كل هذا في برنامج دفتري. سؤال أهل الذكر، برنامج إفتاء مباشر يجيب فيه سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة على أسئلة واستفسارات الجمهور الفقهية والحياتية، كما يناقش البرنامج عدداً من الموضوعات التي تهم حياة المسلم من مختلف النواحي. رمضان في العالم الإسلامي، برنامج وثائقي يسلط الضوء على عادات استقبال شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومظاهر الاحتفال به، ويحكي بالصورة مشاهد من الأجواء الروحانية والإيمانية التي يعيشها الصائمون واختلافها من مكان لآخر. آية ومعنى، مجموعة من الأحاديث الدينية لعدد من العلماء والمحدثين تدور مجملها حول موضوعات حياتية متنوعة تهم الإنسان المسلم، وتتناسب مع الأجواء الإيمانية العطرة للشهر الفضيل. مداد، برنامج يقلب صفحات الإرث، الإرث الثقافي والفكري والأدبي، ويشمل مصاحف القرآن الكريم ومؤلفات متنوعة في علوم الحديث والتفسير وعلوم الفقه والأدب والتاريخ والطب، برنامج للحفاظ على التراث العماني. برنامج بيوت، البيوت العمانية الأثرية شواهد الحضارة في ثرائها وتنوعها، ترصد الحقب التاريخية لعمان وأسلوب الحياة في كل فترة. يطوف هذا البرنامج مع المشاهدة بتفاصيلها ويبرز عمارتها. فيما يعود عليكم برنامج ريحة بلادي نسخته الثالثة، برنامج يحكي على ألسنة العمانيين المغتربين خارج البلد لسنوات عديدة، ويعود برنامج المسابقات المحلية القلعة في موسمه الثاني على التوالي بحلته الجديدة، مع تغيير في شكل اللعبة، إضافة في قيمة الجائزة الكبرى. فيما تختتم الخارطة البرامجية اليومية ببرنامج السهرة، السهرة الرمضانية، سهرة يومية على السحور. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا أيها المشاهدين الكرام. أولا أبارك لكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، عادوا علينا بالخير والبركات. موضوع طبعا الاثنين اليوم آخر فقراتنا لبرنامج قهوة صباح، عندي من ضمن الأخبار مهمة جدا طبعا تحت رعاية صاحبة سمو الدكتورة منى بنت فهد المحمود الرئيس الفخري للجمعية، كان حفل تكريم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المشاركين في المملكة الأردنية الهاشمية الذي أقيم في فندق سدس روتانا. أيضا كان تكريم لهؤلاء الأشخاص الصم الذين كان لهم الدور البارز في هذه المشاركة. أيضا من ضمن الأخبار طبعا شرطة عمان السلطانية بالنسبة للخدمات التي تقدم في مسقط وصحار وصلالة، يكون العمل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 5 مساء بإذن الله، وندعو الأخوة مراجعة هذه المراكز الخدمية. أيضا من ضمن الأخبار طبعا تم توقيع اتفاقية لإنشاء 7 محطات وقود أيضا في الخط الباطنة السريع، وأيضا طريق ثمريت هيما ثمريت. طبعا موضوعنا اليوم ولله الحمد أنا طبعا ضيفي الكريم الأخ ياسر البلوشي، طبعا هو طالب وأيضا مشارك من ضمن أعضاء في اللجنة الدينية للجمعية في إقامة وتنظيم المحاضرات والمشاركات. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك أخي سلطان باستضافتي اليوم في هذه الفقرة، وأيضا أهنئ مولانا جلالة السلطان وأيضا الشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير على هذه البلاد وأن ننتهز الفرصة باستغلال هذا الشهر الفضيل. شكرا أخي ياسر ما شاء الله على هذا التفاصيل. أنا إن شاء الله بإذن الله سأحاور ضيفي الكريم عن البرنامج الديني الذي سيقام في شهر رمضان، أيضا ما هي البرامج التي يحتويها هذه اللجنة الدينية، أيضا محاضرات مسابقات، أيضا مسابقات حفظ القرآن، وأيضا زيارة لأداء مناسك العمرة، وأيضا توزيع المؤونات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ما هي البرنامج هذا اللي عملته الجمعية؟ طبعا اللجنة الدينية المنبثقة من الجمعية تعمل بجهد واجتهاد، وأيضا أنا أشكر أقدم شكري للأخ هلال العامري اللي هو الواعظ للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الذي معتمد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأيضا عضو في مجلس إدارة الجمعية العمانية العامة، رئيس اللجنة الدينية. أيضا الأخ هلال طبعا ما شاء الله 14 سنة وهو يعمل في محاضرات والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتثقيفهم في البرنامج الديني، وأنا سأحاور أخي ياسر ما هي الفعاليات والبرنامج الذي سيقدم أيضا من خلال المحاضرات في خلال هذا الشهر الفضيل. سؤالي لك أخي ياسر، ما هو البرنامج والفعاليات؟ نعم أنا شاهدت طبعا بالنسبة للبرنامج مكثف، أين سيكون هذا البرنامج؟ وأيضا ما هي المواضيع التي يكون فيها المعرض؟ هل يكون فيها محاضرات في مسقط أو جميع محافظات السلطنة؟ نعم طبعا أنا أشكر أخي الأستاذ هلال العامري وهو أيضا الواعظ الديني طبعا وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بأعمال اللجنة وأيضا عضو مجلس إدارة في الجمعية. نعم راح تكون عندنا مشاركات في محافظة ظفار، في محافظة شمال الباطنة، جنوب الباطنة، في أيضا محافظة مسقط، في محافظة الظاهرة، وكثير من المحافظات إن شاء الله راح نذهب إليها خلال شهر رمضان المبارك، بحيث أنه أيضا نقيم مسابقات، محاضرات، أيضا راح نقيم أيضا محاضرات مختلفة عن السابق التي كنا نقيمها خلال الأيام الماضية، عملية تأهيل وتدريب، وأيضا
تغيير نوعا ما الفكر وبعض السلوكيات التي أو التنبيه على السلوكيات التي يرتكبها بعض الأشخاص الصم، سواء وهناك طبعا محاضرات وأيضا مسابقات خاصة للفتيات الصم، وهناك أيضا خاصة أيضا للشباب الصم، وبحيث يكونوا على ثقافة عالية في أمور الدينية. ممتاز. سؤالي لك الثاني، المحاضرات هل هي إن شاء الله بس ستكون في موافقات أيضا إقامة محاضرات في المساجد، وأيضا هل اللجنة أو في ليان مثلا فرعية فيها أشخاص مسؤولين في جميع المحافظات في السلطنة، وهل تم الاجتماع وهل هم على جاهزية أو معرفة بهذا البرنامج، ومتى تواريخ هذه الفترة التي ستكون؟ نعم طبعا، نحن كأعضاء للجنة كنا اجتمعنا يوم الأربعاء ودعونا كل المسؤولين مسؤولين اللجان في المناطق، ووضعنا برنامج كامل لهذه المسابقات بهذه الفعاليات، بحيث أن كل شخص يعمل حسب المهام المدرجة لديه، وأيضا خاطبنا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة في أيضا متابعة أعمال اللجنة وأيضا دعمها ومساندتها في هذا الجانب، وإحنا الحمد لله بشكل سلس وسهل أيضا تم اعتماد عدد من الجوامع التي سوف تقام فيها هذه الفعاليات. طبعا دعم الجمعية دائما يهدف إلى الارتقاء بالأشخاص الصم. جميل جدا، عمل رائع في الجانب الديني، وأيضا خدمات متوفرة والله الحمد. الله يحفظكم يا رب العالمين. سؤالي لك أخي ياسر، طبعا عندما زيارة هل في أعداد من الأشخاص، هل العدد يعني كبير أو الأعمار أعمار بالنسبة للأطفال أو كبار السن، أو ما هي المحاضرات التي سوف تكون في هذه، ما هي المواضيع التي تشمل هذه المحاضرات؟ أريد من التفصيل. نعم. بالنسبة للأعمار تختلف الأعمار، أطفال شباب كبار، وحسب الأعمار الجميع تقدم لهم المحاضرات، وطبعا حسب الأعداد الذين يحضرون لهذه المحاضرات. طبعا هناك أيضا أماكن للتواجد أو للسؤال أو طرح الأسئلة، فطبعا كثير من الأماكن اللي تم اعتمادها لتقديم هذه الخدمات. طبعا نحن ندعو طبعا أولياء الأمور على أن يتاحت الفرصة لأبنائهم للاستفادة من هذه المحاضرات، ولأنه البعض من الأسر يمنعون أبنائهم من أيضا الحصول على هذه الثقافة، ونحن ندعوهم بأنه حقهم أنهم يتأهلوا، حقهم أن يتعلموا، حقهم أن يحصلوا على المعلومة الصحيحة، وأن يقوموا بعبادات صحيحة. ولذلك نحن علينا أيضا أن نساهم في هذا الجانب، وعلينا أن نرتقي بأبنائنا فكريا، وإذا منعناهم من الدخول أو المشاركة في هذه المحاضرات سوف لن يتم، يعني تكون ثقافتهم محدودة فقط. ولذلك نحن من خلال تجاربنا، من خلال أيضا وصولنا إلى كثير من الأماكن، وجدنا هناك تغيير في سلوك الأشخاص الصم، وندعو لأولياء الأمور لإتاحة الفرصة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كثير أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أيضا بلغة الإشارة يتم التواصل وأيضا الفهم من خلال الواعظ الذي يقوم بلغة الإشارة في محاضراته. أي سؤالي لك أخي ياسر، طبعا إن شاء الله، هل في عدد يعني من يحتاج من المساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، سواء في اللجنة الدينية خلال تقديم مساعدات مثلا صدقات معونة لشهر رمضان لهذه الأسر؟ نعم، في السابق كنا طبعا نحن نخاطب طبعا في اجتماع لأعضاء اللجنة، وأيضا يكون عملية متابعة، وأيضا نضع كل ذو اختصاص لتقديم هذه المخاطبات للجهات الداعمة. طبعا كثير من الجهات، طبعا مقرنا في ولاية السيب، طبعا طبعا نحصل على كثير من الدعم او اي المؤونه، طبعا 111 تقريبا. طبعا عدد الاشخاص المعسرين او المحتاجين لهذه المؤونه طبعا في قوائم موجوده لدينا، نحن نجهز هذه المؤونه وثم يتم اعتماد هذه القوائم من قبل اللجنه، وثم يتم توزيعها مباشرة. ممتاز، ميزان حسناتكم في خلال هذا الشهر الفضيل أيضا لإدخال البهجة والسرور لهذه الأسر.
سؤالي لك أخي ياسر، البرنامج هل من ضمن البرنامج في زيارة لأداء مناسك العمرة؟ نعم، زيارة العمرة أو زيارة أو رحلة العمرة هذه سنوية نقوم فيها في شهر رمضان المبارك، يكون فيها أعضاء، يكون فيها أيضا فتيات من الصم وأيضا شباب من الصم، يكون متابعة أيضا مسؤولين من قبل اللجنة، ولذلك كثير من الصم يكون يشاركوا في هذه الرحلة. كان سابقا كان صعوبة للحصول على هذه الخدمة أو أن يكون الصم في رحلة عمرة مجتمعين، ولذلك وجدنا هذه أيضا الرحلة لأيضا التعريف للحصول على كامل المعلومات وعلى أيضا يعني كل ما يتعلق بمناسك العمرة، بحيث أنه يؤجر الصوم في هذه الرحلة. بالنسبة لي في مسابقات بالنسبة لحفظ القرآن، هل من ضمن تنظيم البرنامج؟ نعم، بالنسبة لحفظ القرآن الكريم طبعا أعمارهم تبدأ من 13 سنة، وأيضا الشباب أعمار طبعا في قسم الشباب وقسم للأعمار من 13 سنة. تم طبعا تدريبهم سابقا وأيضا اختيار الآيات التي يتم المسابقة فيها. جميل، رائع، أهداف رائعة جدا ومهمة هذه بالنسبة للشباب وأيضا اللجنة الدينية القائمة بالعمل. وأنا أقدم لهم جزيل الشكر على هذا البرنامج وأيضا الدعم. هل في دعم طبعا للجنة الدينية؟ نعم، بالنسبة لدعم الجمعية كبير جدا، وأيضا المتابعة والرعاية وأيضا الأعضاء ورئيس الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية أنت سلطان، أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، طبعا أيضا هناك دعم ورعاية للجنة، والحمد لله نحن ننجح في تقديم كل هذه الخدمات من خلال اللجنة. انتهت حلقتنا، أسئلة كثيرة جدا ورائعة وكلامك ما شاء الله. أيضا ما هي، أحب أن أزيد لك في سؤالي بالنسبة لمحاضرات الدينية، هل في مكان مخصص مثلا للنساء؟ وأيضا هل جانب؟ نعم طبعا، بالنسبة للفتيات في مكان مخصص لهم، وأيضا هناك مسؤولين من الأخوات الفتيات الذي يقومون على متابعة الفتيات والعنصر النسائي في تقديم خدماتهم، تقديم الخدمات الدينية والتثقيفية. وطبعا أيضا لهم برنامج خاص سواء كان في النقل، في مكان المحاضرة، التثقيف الديني، الأوقات محددة، ولذلك برعاية كاملة من قبل اللجنة للفتيات الصم. جميل، رائع، رائع جدا. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عندما مشاهدة، كيف بالنسبة للشعور؟ هل يتم الفهم بسرعة من خلال المحاضر الذي يقوم بلغة الإشارة؟ وما هي أحساسكم أنتم كجانب اهتمام إخلاقي في هذه من خلال توزيع الصدقات وأيضا الموائد الرمضانية وإشراككم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إقامة محاضرات فقط بس، ما الهدف منها؟ نعم، لما ننتهي من المحاضرات تكون هناك طبعا مختلف، ايضا تكون هناك وجبات تقدم للحضور، بحيث انه ايضا يعني يكون مصدر حماس وايضا جذب للحضور لهذه المحاضرات والاستفاده منها. ومهم جدا انه ما شاء الله السامعين او الصم يغيروا من سلوكهم، ايضا ليس تكون أيضا مركزة على المحاضرات، إنما تكون هناك أيضا مسابقات، فعاليات، ترفيه، كل هذه تصب في ثقافة الصم. مهم جدا ورائع، برنامج رائع جدا ويضم فعاليات وأنشطة وبرامج وعمل رائع خلال هذا الشهر الفضيل والله الحمد طبعا من خلال تنظيم هذه المحاضرات جميع محافظات السلطنة. سؤالي بالنسبة للمسابقة في حفظ القرآن تحدثنا عنها، مثال ما هي الهدايا التي سوف تقدم أيضا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المسابقة؟ كيف يكون طرح الأسئلة؟ نعم،
نعم من هي طبعا كل سنة تختلف الأسئلة يتم عرضها عن طريق العرض البروجيكتور وأيضا يفهمها الأشخاص الصم أو يتذكرها من خلال الثقافة وأيضا أسئلة مختلفة يتم تقديم الهدايا التي تتناسب أيضا مع الأعمار ولذلك إحنا من خلال هذه المسابقات يعني نطور من ثقافة الأشخاص الصم وأيضا نستفيد من هذه المحاضرات. طبعا سمعت ان قريب ان شاء الله باذن الله في برنامج سؤال اهل الذكر في شهر رمضان، هل ان شاء الله سوف يكون في مشاركه؟ نعم ان شاء الله، نعم سنويا يتم اختيار عدد من الاشخاص الصم وطرح الاسئله الخاصه بالاشخاص الصم والتي يتم الاجابه عليها من قبل سماحه الشيخ والتي طبعا تشكل لنا اهميه كبيره جدا. مهم ما شاء الله جدا رائع، فرص كثيره وايضا لمعرفه الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه بهذا البرنامج. كلمة شكر شكرا جزيلا لك على هذا الطرح وإحنا أيضا إن شاء الله سوف نعمل على تطوير الأشخاص الصم وثقافتهم. في نهاية حلقتنا طبعا هذا موضوع بالنسبة للبرنامج الذي أعدته اللجنة الدينية في شهر رمضان وأنا أناشد أدعو الله عز وجل أن يحفظ الأخ خلال العامري وعظ بالنسبة لهذه المحاضرات وفرصة أيضا الاهتمام بعمل الخير والمحافظة على القيام والصلاة وأيضا أن نصائح أقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وهذا مهم جدا لعمل الخير وأيضا قراءة الحفاظ على قراءة القرآن خلال هذا الشهر أيضا إن شاء الله بإذن الله بتروحوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والله يحفظكم في الطريق ومبروك لكلكم جميع كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر الفضيل. إنها كحمامة في مسجدي حمراء مذ دمك انبرى صفا بوجه المعتدي خضراء حقل ناضر وندى أعذب موردي والخنجر الميمون بين مهند ومهندي يا عمان أعمان شعبك أوفيا محمدي هم نبض قلب واحد وبنو دم متوحدي نبتوا على قيم ودستور أصيل المحتدي درع هم تحمي الحمى من ظالم أو معتدي أعلي لواءك في يدي إذن بهذا مشاهدي الكرام وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم ولهذه الدورة البرامجية شكرا لكل من تابعنا ولكل من تواصل معنا خلال الأشهر الماضية كنا معاكم من شهر 9 إلى الآن راح نتوقف إن شاء الله تعالى لشهر رمضان المبارك والعودة ستكون لبرنامج قهوة الصباح بعد عيد الفطر المبارك كل عام والجميع بخير مشاهدينا الكرام وفي أمان الله. إذن مشاهدينا نقول لكم بمناسبة شهر رمضان المبارك كل عام وعمان أرضا وسلطانا بألف خير بإذن الله أشوفكم على خير إلى اللقاء. إلى اللقاء. بكل حب يدا واحدة من أجل عمان أجمل. فاعتني